عزيزي المشاهد أهلا وسهلا فيك في هالحلقة الجديدة من برنامج التلمذي المسيحي اللي متابعين معنا الحلقات السابقة رأينا أن التلمذة المسيحية هي دعوة جليلة يقدمها الرب يسوع لكل من قبل دعوته لكي يريحه من خطاياه وأتعابه الثقيلة وضميره الهائج عليه بسبب خطاياه رب يسوع الى اليوم ما يزال يقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلين الاحمال وانا اريحكم لم يجرؤ كائنا من كان على مر العصور ان ينادي بهذا النداء والسبب البسيط ان الكل كانوا بحاجه الى من يريحهم كلهم تعاب بمرض الخطيه وباثقال الاثام اما الرب يسوع المسيح الذي بلا خطيه والذي اتى لكي يكفر عن الخطايا ويحمل الخطايا ويموت لاجل الخطايا على الصليب هو وحده الكفء ان ينادي وبمحبته الكثيره بسبب محبته الكثيره لنا ما يزال الى حد الان ينادي تعالوا الي فكل من سمع نداء الرب يسوع لكي يعطيه الراحه العظمى هو مريح التعابه تبارك اسمه فعندما لبيت دعوته واتيت واختبرت سلام القلب وراحه الضمير وصار في سلام وعمار بينك وبين الله بفضل الرب يسوع وما صنعه على الصليب بموته الكفاري وقيامته الظافره من الاموات حصلت على سلام مع الله فاذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، شكرا لله من كل القلب. لكن الرب يسوع يوجه نداء اخر لهؤلاء الذين لبوا دعوة الراحة، الا وهي دعوة التلمذة. قال الرب يسوع في لوقا 9، جيل لوقا الأصحاح التاسع، عدد 23 و24، وفي لوقا 14، وفي متى 10، وفي أماكن أخرى من كلمة الله، يوحنا 12، إن أراد أحد أن يأتي ورائي، يأتي إلي ويكون لي تلميذا، فلينكر نفسه. ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني رب يسوع لا يفرض نفسه على احد ولا يجبر احدا ان يقوم باي عمل الخلاص يقدمه لك يقول لك انت ميت تحتاج الي لكي احييك انت خاطي تحتاج الي لكي اخلصك هو لا يفرض نفسه عليك لكن يقول ها انا موجود وانا قمت بالعمل واريد اخلصك هو يقرا على باب قلبك هو يحترم ارادتك وكما احترم ارادتك لما كنت خاطئا معوزا تحتاج الى خلاصه حتى فتحت له الباب ودخل الى قلبك وطهرك بدمه الكريم وطهرت بالايمان الان هو ما يزال يحترم ارادتك هو لن يفرض نفسه عليك هو ليس بالقهّار الله ليس قهارا الله لا يقهر الناس ولا يفرض نفسه على الناس هو يقدم الدعوه يقول ان اراد احد ان يكون لي تلميذا فهل لبيت دعوه الخلاص للراحه العظمى ان لم تكن قد لبيت دعوه الخلاص اني اتوسل الى الله من اجلك انك تاتي للمسيح لكي يريحك من خطاياك ومن تعب ضميرك الهائج عليك بالذنوب تعال الى المسيح وان كنت قد لبيت دعوه الراحه العظمى وقبلت المسيح في قلبك هل لبيت دعوه التلمذه ام انك ارتضيت بان تكون ناجيا من النار وذاهبا الى السماء وبئس هذا الخلاص ان الخلاص يا احبائي الذي يقدمه المسيح ليس خلاصا من دينونه جهنم وياخذك الى السماء انه خلاص اخلاقي انه خلاص ادبي انه خلاص روحي من سلطه الخطيه وتكلمنا عن هذا الامر كثيرا وبإسهاب كيف أن المسيح بالروح القدس وسكن الروح القدس في الخليقة الجديدة فيك بالروح القدس كيف تبيت بالروح أعمال الجسد لن تملكن الخطية في جسدكم المائت نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها كلا يا أحبائي إن من مات قد تبرأ من الخطية إذا المسيح الى اليوم ما يزال يقدم دعوه التلمذه، والرب يسوع ارسلنا لكي نكرز بالانجيل، والانجيل هو قوه الله المخلصه، ولكن ايضا الانجيل عندما تؤمن بالرب يسوع المسيح تخلص، ودورنا ان نتلمذك الخدام في كل مكان لكي نتلمذ الذين رجعوا الى الله وامنوا بالرب يسوع، وبعد ذلك بعد التلمذه عليك بالمعموديه وتكلمنا عن هذا معموديه الماء وهي تغطيس في الماء باسم الاب والابن والروح القدس وتكلمنا باسهاب عن هذا الامر اما اليوم فادي اتكلم معك عن حديث آه ربما فجائي اضعه تحت هذا العنوان التلميذ والشيطان ما, للتلميذ مع ما التلميذ مع الشيطان ما علاقه التلميذ مع الشيطان دعونا أحبائي لا ننسى أننا كنا قبل إيماننا بالمسيح كنا عبيد إبليس رب يسوع تشارك إذ تشارك الأولاد في اللحم والدم أي كلنا اشتركنا تشاركنا في اللحم والدم في الأساد كلنا تشاركنا في اللحم والدم رب يسوع اشترك بإرادته أي صار إنسانا مثلنا بإرادته بلا خطية اشترك هو أيضا فيهما لماذا؟ لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبوديه، لقد كنا عبيد لابليس، كنا عبيد لهذا الشيطان المقاوم. فاذا اضع هذا العنوان التلميذ والشيطان، اضع عنوانا اخر اعرف عدوك. اعرف عدوك، هذا مبدأ هام في الحرب عليك أن تعرف عدوك من هو تحدد من هو عدوك تحدد قدراته وتحدد استراتيجياته لكي تعرف عندما تصطدم معه وتنزل لمواجهة العدو الذي سيهجم عليك تعرف من هو وتعرف قدراته وتعرف طريقة تفكيره وهكذا أيضاً أخي وأختي التلميذ والتلميذة يا من لبيت دعوة المسيح للتلمذة أقول لك نحن في حرب روحية وعلينا أن نعرف أعداءنا علينا أن نتأكد أنه عندنا تقريبا خمسة أعداء لكن شكرا لله من كل القلب أنهم كلهم أعداء مهزومون لكن في الصعيد العملي عندنا ثلاث اعداء يا احبائي يعني هولي تظل المواجهه بيننا وبينهم على صعيد مش يومي لكن على صعيد لحظي لحظي مومنت باي مومنت لحظه بلحظه المعركه دروس والمعركه شرسه جدا والمعركه روحيه ونحن بحاجه للجهاد الروحي الجهاد الروحي ليس ان نذهب ونقتل الناس لكن الجهاد الروحي حنشوف كيف نميت اعضاءنا وكيف نصلب انفسنا روحيا نتكلم احبائي من هم الاعداء الثلاثه الذين اتكلم عليهم احبائي الجسد والشيطان والعالم اما الجسد فتكلمنا عنه كثيرا ونحن لا نقصد ابدا الجسد اي اللحم والدم كلا احبائي الكتاب المقدس يكلمنا عن الجسد انه الطبيعه الساقطه التي فينا أو بحسب تسمية الكتاب الخطية الساكنة فينا، الأهواء والشهوات، هذا الكيان الساقط الذي ورثناه من آدم، هذا هو الجسد، إذا الجسد هو عدو، وين هذا الجسد؟ موجود فيا، في أعضائي، في داخلي، الرغبات والشهوات الشريرة والدنسة التي تحارب ضد النفس وضد الروح. هذا ما يزال موجود فيا كما تكلمنا في حلقه سابقه وضعناها تحت هذا العنوان التلميذ والطبيعتان ارجوك ارجع لهي الحلقه ودور عليها التلميذ والطبيعتان اذا العدو الاول هو انا انا عدو لنفسي جسدي الخطيه الساكنه في قلبي القلب الخداع هذا هو العدو الاول وهذا اخطر الكل ليش لانه جوا ولانه في صراع بين الجسد وبين الروح وارض المعركه احبائي تبدا في الذهن والاستخدام الوسائل التي يستخدمونها هي اعضاء جسدي. يا احبائي فعندما الجسد يشتهي يشتهي ضد الروح والروح يا احبائي يقاوم هذا الجسد وشهوته فالذي تغذيه سوف ينتصر. لكن في عندي عدو اخر هذا العدو خارجي ويستخدم العدو الذي في داخلي، فالعدو الذي في الخارج له جاسوس عندي، له عميل قابع داخلي ألا وهو الشيطان. الشيطان اللي حاتكلم عنه بإسهاب في هذه الحلقة والتي تليها أيضا. الشيطان هو رئيس سلطان الهواء. قال عنه المسيح إله هذا الدهر. الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. اسم الشيطان اسم إبليس اسم المقاوم هو يا أحبائي هذا الشيطان الذي هو عدو عدو للمسيح مباشرة فالجسد عدو الروح القدس والشيطان هو عدو للمسيح منذ البداية وحتى من قبل ما نخلق هو منذ هناك أحبائي بعد أن خلق عاد المسيح وحنشوف كيف كان سقوطه لكن العدو الثالث هو العالم والعالم يا احبائي نحن لا نقصد ابدا العالم يعني الناس ليس بمفهوم يوحنا 3 16 لانه هكذا احب الله العالم، لا العالم الناس بدنا نحبهم والعالم يا احبائي مش اعدائنا، اذا هن عادونا مش مشكل، لكن نحن لا نعادي الناس ولا نعادي العالم اي الناس، لكن العالم كمان مش الجغرافيا، مش الطبيعه، مش خليقه الله اللي بنقول عنها العالم، كلا احبائي هذه خليقة الله ونشكر الله عليها وعلينا ان نعتني بها لكن العالم اسمع هذا التعريف العالم هو هذا النظام الشرير الفاسد الذي اسس من خلال الانسان الملعون المطرود من الله بقوة الشيطان ما هو العالم؟ هذا النظام اللي من حولنا العالم يلي بتشوف فيه ديانة في ديانته تبقيك بعيدا عن الله، في سياسي والسياسه ليس لها علاقه بالله، في ثقافه، في ميديا، في ادب وشعر وامور كثيره وكلها من شأنها ان تبعدك بعيدا عن الله الحي الحقيقي، حتى الديانه حتى الديانه للاسف الشديد فالعالم له ديانته وله ثقافته وله سياسته وله يا احبائي الميديا تبعه عشان هيك ابليس اسمه رئيس سلطان الهواء هو المسيطر على كل الموجات الهوائيه التي من خلالها الان يا احبائي يصلك هذا البرنامج لكن الذي فيكم اعظم واقوى من الذي في العالم فالروح القدس الذي فينا احبائي اقوى من ابليس لانه هو الله والروح القدس يستطيع ان يستخدم كل الوسائل لكي يوصل كلمه الله حق الانجيل لكل نفس مخلصه باحثه عن الحق. اذا احبائي في هذا القسم الاول من هذه الحلقه تتبعت معكم اننا في حرب روحيه، هذه الحرب الروحيه ليست ضد الناس لكن هي ضد ثلاث اعداء، العدو الاول والاخطر يقبع في داخلي قلبي النجيس الرديء الخداع، الخطيه الساكنه فيه العدو الثاني هو الشيطان رئيس هذا العالم واله هذا الدهر. أما العدو الثالث فهو هذا العالم الشرير النظام الفاسد الذي هو ضد الله رح نطلع على الفاصل وسأعود لكي أستكمل معك حديثي عن عدونا الشيطان فابق معي لمشاهدة هذه الحلقة وباقي حلقات برامج التلمذة المسيحية يمكنك الذهاب إلى قناة الأرامية على اليوتيوب اي ان Arabic. قناة الآرامية على اليوتيوب بي ان عربي تتيح لك مشاهدة سلسلة هذه البرامج برامج التلمذة المسيحية باللغة العربية في أي وقت تريده. أهلا بك عزيز المشاهد في القسم الثاني من هذه الحلقة من التلمذة الروحية والتي أضعها تحت هذا العنوان التلميذ. والشيطان. تتبعنا في القسم الاول احبائي من هذه الحلقه اننا في حرب روحيه، وعلينا ان نعرف عدونا. عليك ان تحدد من هو عدوك، وعليك ان تعرف قدراته والتكتيكات التي يستخدمها والاستراتيجيات والوسائل التي يستخدمها. وسنركز في حديثنا في هذه الحلقه على العدو الاكبر الا وهو الشيطان. من هو الشيطان؟ هل الله الصالح المحب الخير هل يخلق الله كائنا شريرا كريها مثل الشيطان والاجابه كلا طيب اذا الله لم يخلق الشيطان هل الشيطان وجد نفسه كمان كلا طيب الاجابه اجابه بكل بساطه اخي واختي يا من تريد ان تتلمذ وتعرف مشيئه الله وتعرف من هو الشيطان حق المعرفه الشيطان لم يكن شيطانا لكنه ملاك هو ملاك كان اسمه لوسيفر كان اسمه زهرة بنت الصبح هذا ال كان من نوع الكروب كان من الكروبيم والكروب هو قروب يعني ملاك مظلل قريب جدا من عرش الله شغله ومسؤوليته الحفاظ على قداسه الله وحمايه عرش الله بمعنى أنه هناك يعني لكي يتأكد أنه لا يقترب من عرش الله أي شيء ضد الله وهذا المخلوق يا أحبائي كان كامل الجمال خاتم الكمال تقرأ عنه أوصاف رائعة بليز أنا بشجعك أنك تدور بحسقيال 28 وترى صفات هذا المخلوق الذي خلقه الله فأبدع لكن للأسف الشديد وجد فيه إثم عندما تكبر وشاف حاله وشاف الامتيازات الكثيرة التي حباه التي حباه بها الله وللأسف الشديد بدل من أن يتضع ويعظم نعمة الله لكن للأسف تكبر قلبه وفي اربعة 14 نقرأ عن قصة سقوط هذا المخلوق الجميل والذي كان حكيما حكمته أفسدته وجماله أسقطه يقول عدد 12 كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح إشعية 14-12 كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات أرفع كرسي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال حتطلع عندك الآية هون أصعد فوق مرتفعات السحاب اسمع أصير مثل العلي أصير مثل العلي هذه كانت أحبائي الخطية التي سببت سقوط الشيطان الكبرياء البغيضة كانت سببا لسقوط الملائكة ولا عجب أنها كانت نفس البذرة التي استخدمها لاحقا مع الإنسان في الجنة وكانت سببا لسقوط الجنس البشري قال لهم خدعهما عندما قال لهما تصيران مثل الله فذات البذره وذات الخطيه التي وقع فيها الى اليوم يغرسها الشيطان في قلوب البشر تصيران مثل الله هذا ما حدث فقال له لكنك انحدرت الى الهاويه الى اسافل الجب اهبط إلى الهاوية فخرك رنة أعوادك تحتك تفرش الرمة وغطاؤك الدود كيف سقط؟ رفع عليه مرثات لهذا الكائن العظيم لكنه للأسف حكمته أفسدته وغناه وجماله أفسده إذا أحبائي الله لا يمكن أن يخلق مخلوقا شريرا ساقطا خلق كروبا رائعا لكن كان عنده حرية الاختيار وللأسف أساء اختياره وقرر أن يغصير مثل الله وتكبر لكن الله أسقطه طرد إبليس من السماء من محضر الله ونزل إلى الأرض نزل إلى الأرض وهو الآن يريد وضع نصب عينيه أنه وهدفاً لحياته لبقية حياته قبل أن يلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت أنه يفسد جميع سبل الله المستقيمة لقد ناصب الله العداء ناصب الرب يسوع العداء حنشوف هو يريد ان يدمر ويخرب كل ما يصنعه الله فالله خلق الخليقه راح ابليس لحتى يخرب هذه الخليقه فنقرا ان الارض كانت خربه وخاليه ومش ممكن ان الله يخلق شيئا خربا وخاليا فنستطيع فنستك... ان نستنتج ان ابليس هو سبب الخراب لكن عندما خلق الله الانسان ذهب ابليس لكي يفسد هذا الانسان الذي خلقه الله، واستغل فكره ان الله اعطى الانسان حريه الاراده وحريه الاختيار، وللاسف الشديد ادم وحواء ونحن من بعدهما صدقنا كذبه الشيطان ويا احبائي كسرنا قلب الله عندما إذ قرر آدم وحواء بغباء ونحن أيضا أبناؤهما قررا بغباء أنه يستقلان عن الله ويأخذان حكمهما الذاتي لماذا يكون الله مركزا وأنتم تابعين له لماذا؟ لماذا لا تكون أنتم المركز تصيران مثل الله وإلى اليوم يا أحبائي وإلى اليوم الخطية هي التي تفصل الإنسان عن الله والعالم هذا النظام الشرير الذي يرأسه إبليس يا أحبائي وملائكته وأجناد الشر الروحية يحتفظ بالإنسان بعيدا عن الله لكن شكرا لله من كل القلب أن إنجيل المسيح يكرز به وأن إنجيل المسيح هو قوة الله للخلاص وأن المسيح يدخل إلى عرين إبليس وأنه يحرر وينقذ ويعتق ويخلص ويأتي بمفديين من مملكة الظلمة إلى ملكوت ابني محبته هل يمكن لابليس واجناده ان يتوبوا ويرجعوا ابدا غير ممكن للسبب البسيط ان المركز الذي كان عليه ابليس قبل السقوط زهره بنت الصبح كان عاليا جدا كان قريبا جدا من الله وبالتالي فان الخطيه العظيمه التي ارتكبها في حق الله كانت عظيمه جدا مبرحه جدا للمركز الذي كان فيه والمعرفه التي كانت له والحكمه التي كانت له فلا يمكن تجديده ابدا وهو عرف ذلك وهو لا يريد حتى ان يرجع الى الله ولم يتضع ويطلب السماح من الله لكن يا احبائي لقد سقط وسقوطه كان مريعا وابديا ولا مجال للرجوع والنار جهنم النار والبحيره المتقده بالنار والكبريت لم يعدها الله لم يخلقها الله للانسان ابدا لانه مش ممكن الله يخلق الانسان لكي يرميه بها لكنه خلقها واعدها لابليس وملائكته. طيب ما هو عمل ابليس؟ عمل ابليس لمحت اليه قليلا عمله هو اغواء الناس. اتى في شكل حيه، فابليس علينا ان نتذكر دائما هو روح يا احبائي ابليس هو ملاك والملاك هي ارواح فهو روح والروح دائما يبحث عن جسد يدخل فيه يلبسه ويستولي عليه ويتحرك من خلاله، ما عندوش مانع ابليس ان يدخل في اجساد الحيوانات فدخل في جسد الحيه في سفر التكوين الاصحاح الثالث، كانت الحيه احيا الجميع حيوانات الجنة وأتت الحية وأغوت حواء قديما فشو عمله الإغواء عمله الخداع حتطلع الآية عندك من كورنثوس الثاني الإصحاح 11 عدد ثلاثة حيث يقول لنا الرسول ماذا حدث هناك في الجنة يقول ولكنني أخاف هو خايف الرسول على مؤمني كنيسة كورنثوس أنه اللي صار بالجنة يصير معهم لأنه إبليس ما بيتغير وبيضل نفس الأسلوب أسلوب الإغواء والخداع هذا أسلوب الشهير ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح فإبليس قد أثبت يا أحباء أنه لا يتغير ولن يتغير هو مكار وهو خداع وهو مغوي وسيظل هكذا وكما خايف الرسول على المؤمنين وعلينا أنه مثل ما خدعت الحي قصده إبليس مثل ما خدعت حواء قديما بمكرها هكذا اليوم يا أحبائي يخدعنا إبليس كيف؟ بأن يفسد أذهاننا عن البساطة التي في المسيح إبليس مش هيجبرك تعمل شيء وما بيقدر يجبرك تعمل شيء لكن إبليس يصل إلى ذهنك من خلال أفكار يرميها عليك من خلال أمور تراها وأمور تسمعها وتشاهدها وهكذا يبث سمومه يبث سمومه أمامك فأنت تتلقفها في ذهنك وللأسف عندما نراعي أمورا لا تمجد الله ونشتر على أفكار ضد الله وضد كلمة الله تفسد أذهاننا شو البساطة التي في المسيح أننا نثبت النظر على المسيح The single eye أن نكون مشغولين فقط بالمسيح وللأسف الشديد اليوم ننظر حولنا ونرى أن كل هذا حاصل عندما أحبائي نجح إبليس نجاحا باهرا أقول للأسف أنه يحول أنظار المسيحيين عن المسيح وصار هناك المسيح وشركاه وصار هناك المسيح والذين معه بينما يا أحبائي منذ البداية وإلى النهاية الله يقول هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا رفعوا عيونهم ولم يروا إلا يسوع وحده هذا غرض إبليس الغواية وخداع الناس وتضليل الناس ليش اليوم في فكرك في آلاف الأديان وآلاف الملل والشيع ليش هذا كله أحبائي من تضليل إبليس إبليس الذي يضل وإبليس الذي كان يضل لهم ابليس هو المضل ابليس يا احبائي هو الخداع هو المكار ابليس هو المغوي واليوم يا احبائي لم يصل العالم الى مرحله من الضلال والاغواء والخداع والمكر كما وصل اليه اليوم يا احبائي عندما نتتبع ونرى باسم الله تقطع الرؤوس وباسم الله آه تبقر البطون وباسم الله يموت الاطفال هذا ليس الله الحي الحقيقي، هذا خداع ابليس، هذا تضليل ابليس لهذا العالم الذي المسكين المائت اللي رايح وراء ابليس ومعصب عينيه. اذا احبائي هذا ما يعمله ابليس لكن يعمل امور كثيره سنتكلم عنها في الحلقه المقبله بمشيئه الله، ماذا قال عنه الرب يسوع؟ وما هو موقفي انا كتلميذ للمسيح؟ نحن احبائي نحاول ان نجيب على هذا السؤال علينا ان نعرف عدو، هل تعرف عدوك؟ فنحن في حرب روحيه وعلينا ان نعرف عدونا، نعرف من هو، نحدد من هو العدو، اكتشفنا في عندنا ثلاث اعداء، عدو في داخلي الجسد وتكلمنا كثير كيف نغلبه بنعمه الله اننا نطعم الطبيعة الجديدة نمتلئ بالروح القدس نميت أعمال الجسد في عنا هذا الشيطان البغيض سنرى بنعمة الله في الحلقة المقبلة كيف نقاومه فيهرب منا معقولي معقولي جدا بمعونة الله وأيضا هذا العالم الشرير سنتكلم عنه في الحلقة القادمة بمشيئة الله صلي معي رب الحبيب يسوع لقد أرحتني من خطاياي فأنا أشكرك رب الحبيب يسوع لقد لبيت دعوتك لكي أكون لك تلميذا وظاهر يا رب أن إبليس لن يتركني لحالي فها هو يحاول أن ينغص علي فرحي وسلامي لكن ها أنا معك ها أنا أخذ بيدك أيها الرب يسوع خذ بيدي أيها الرب يسوع واحمني واعطني أن أتأكد أن إبليس لن يمسنا الشرير لن يمسنا وأني بنعمة الله محفوظ فيك وبأنني بنعمتك أستطيع أن أقاومه وأن يهرب مني لكن ساعدني أن أعرف من هو إبليس وأن أعرف قوته وأن أعرف أيضا قدراته والطرق التي يستخدمها ضدي وأعطني أن أتحذر يا رب وأعطني أن أحتمي بك وأطيع كلمتك وأكون ساهرا صاحيا لكي أمجدك حتى مجيئك القريب آمين أخي أختي إذا كنت يعني عم تستفاد من هذه الحلقات اذا عندك اي سؤال او استفسار اكتب لنا وسنكون على اتم الاستعداد ان نتواصل معكم ونجيب على اسئلتكم والى ان نلقاكم في حلقه جديده من برنامجكم التلمذر المسيحيه الرب معكم